مستمرين معاكم في التغطية، ولكن يعني هناك خبر ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد بالتقدم المحرز على صعيد العمليات العسكرية، منوها انه لم يكن من الممكن الصمت ازاء ما يتعرض له اليمن وشعبه الشقيق من تهديدات لمقدراته، خاصة عقب التطورات الاخيرة وتوسع الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على عدن بعد صنعاء. من جانبه أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن مصر لم تقصر يوم إزاء أشقائها العرب. يعني هذا الكلام جاء من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك البحرين أثناء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه في مطار شرم الشيخ. يعني أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن مصر لم تقصر يوما إزاء أشقائها العرب، منوها إلى أن اتخاذ قرار القيام بعمل عسكري عربي مشترك لإنقاذ اليمن أعاد الأمل إلى نفوس الشعوب العربية، وأكد على قوة وقدرة الدول العربية على صون أمنها والدفاع عن شعوبها وأرضها. وأشاد الملك حمد بدور مصر وقيادتها في لم الشمل العربي وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر المحدقة بالدول العربية. طبعا احنا عارفين يعني ان هي قامت الدول العربية او تحالف عربي بشن هجمات على مواقع الحوثيين في اليمن لردعهم عما كانوا يريدون السيطرة عليه، وهي عدن ومضيق باب المندب وكل المواني اليمنية. مشاهدينا الكرام، معي الأستاذ إبراهيم العشماوي الصحفي المتخصص في الشؤون اليمنية بمؤسسة الأهرام. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم هل تسمعني؟ نعم أسمعك. إزاي حضرتك يا أستاذ إبراهيم؟ أهلا وسهلا، أهلا بيك أستاذ إبراهيم. يعني كيف ترى تطور المشهد اليمني مع اليوم الثاني لاستمرار الضربات من قوة القوى العربية المتحالفة على مواقع الحوثيين أو مواقع الروافد زي ما بنقول؟ نعم طبعا، هذه العملية المباغتة أربكت حسابات الحوثيين بشكل كبير جدا. كان الحوثيون يعني يسعون إلى الهيمنة على عدن وعلى كافة أراضي اليمن. هذه العملية أوقفت مد الحوثيين وأربكت حساباتهم وأربكت حسابات إيران أيضا في الوصول إلى باب المندب. خلال الأيام الماضية كان الحوثيون يحاولون جاهدين الوصول إلى أو السيطرة على محافظات الوسط اليمنية، خصوصا محافظة تعز ومحافظة البيضاء، ووصلوا بالفعل من خلال ميليشياتهم المسلحة إلى حوالي 100 كيلو متر من عدن في محافظة الضالع ولحج، وكانوا على وشك السيطرة الفعلية وتذكير الجنوبيين بالاجتياح الذي حصل أو تم من قبل الرئيس علي عبد الله صالح عام في صيف 94. جاءت عملية عاصفة الحزم لتوقف هذا المد الحوثي وتعيد التوازن القوى داخل الساحة اليمنية. الآن بعد أيام قليلة من سيطرة الحوثيين على قوات الدفاع الجوي. أستاذ إبراهيم العشماوي، عذرا أستاذ إبراهيم العشماوي الصحفي المتخصص في أهرام، يعني عذرا.